ندى بسم الله رب المخلوق الواحد وحده كيبغى في الملك يدير والخالقني موكله فيه اتقى وسوى ربي فرج ما عندي غير. وصلوا صلوا على الانبياء عشاقة محمد شفيعنا طه البشير خير المخلوقات خلق وخلقة وخلق ربي وكرمه ما له نادير. بعد صلاة النبي نقدم الباقة بالورد وياسمين ونسيم العابير نهديها لأحباب ناس المنطقة والجمهور اللي هنا حب وتقدير. من البيضة من دار البيضة بلادكم يا عاشقة وهذه رسالة على جناح الطير. مرحبا أهلا وسهلا مرحبا ومرحبا بأحبابنا من كل مكان شرفتونا زهات بكم ذا الرحبة وكنا مشتاقين لكم يا الأخوان. شرفتونا زهات بكم ذا الرحبة وتنستمري حل محبة في المكان وجبت لكم ناس للمحبة وللمغرب بلادنا أرض الأمان أرض الخاوة والمحبة والصحبة وأرض التعايش ما بين الأديان. والفاطمة حال نزهاد النوبة بالقصبة والعود والنايو كمان والشاعر اللي يكتب هذه الكتبة وأصلي لابني قيل نعطيك العلوان. خادير بنيقيل مرحبا بكم الجمهور الكريم مساكم سعيد مرحبا بكم برنامجكم مسار. عشنا لحظة فيها سفر إلى الصحراء الشرقية إلى مدينة بوعرفة وكل منطقة المغرب الشرقي حيث الشعر وحيث في القلاوي فتحية مجموعة بنيقيل برئاسة السي هشام القلي وكل الشباب ديالنا والشاعر زنطار الشيخ زنطار. علاش مشينا للمنطقة المغرب الشرقي؟ لأن فاطمة حال كما أسلف الشيخ الشاعر هي بنت هذه المنطقة. وفاطمة حال عندها واحد الشهرة كبيرة على المستوى الدولي في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها. ولكن مع الأسف احنا المغاربة مقصرين في حقها وإن قصرت هي شيئا ما في حق بلدها من حيث التعريف بإمكانيتها الخارقة. على المستوى الأكاديمي هي رائدة تحمل الدكتوراه. على المستوى الاجتماعي مناضلة بامتياز دوليا ووطنيا وبالأخص موضوع المرأة. وعلى المستوى الفكري مؤلفة لحم 15 كتابا.
الكتب كلها منشورة وتنتشر باللغات الفرنسية والإنجليزية في الإنترنت سيدة، لكن حينما اغتربت إلى باريس بقي ينقصها شيء واحد هو الوطن، فحملت مغربا صغيرا إلى وسط باريس وأسست به ملتقا عالميا هو مطعم خاص بها، قبلة لكل المثقفين وكل الأكاديميين وكل مرتادي فن الذواقة والمطبخ المغربي، سفيرة المطبخ المغربي في العالم كما سماها وسمتها مجلة تايم، معنا وهي فاطمة حال. حال برتقالي جميل، هذه السيدة تزن بالذهب، وزنها ذهب لأنها كتحط من يديها الذهب وكتكتب بيديها بماء الذهب عن المغرب وعن الثقافة المغربية وعن المطبخ المغربي. لالا فاطمة مس الخير، مرحبا بك، شكرا. جزيلة جبنا لك المغرب الشرقي تاول عندك، ومرحبا بك في الدار البيضاء. هذه هدية كبيرة، شكرا. ما تنجموش تصوروا الفرح والشرف اللي أنا حاسة به الآن. عشرات السنين وهي كتناضل وكتقول علاش المغاربة ما كيعرفونيش، وهذه فرصة على الأقل باش نعرفوها ونعرفوها من عمق بصحبة مجموعة المتدخلين اللي غيكونوا. سافرت في العالم كله، شفت بريطانيا وشفت أمريكا وشفت آسيا ولكن فرحتي من نرجع للمغرب ما تنجموش تصوروها. فأنا فرحانة اللي راني معكم، وما عنديش فرح أكبر من اللي باش نكون هاد الليلة بحال اللي كان خط واحد من قطع واليوم جمعناه. هذا الرباط نشكركم عليه. إذن الأخت فاطمة غادي تفضلي معي البلاتو، غنتكلموا على زعلوك وأشياء أخرى، وغنتكلموا بالأخص أولا وأخيرا مع فاطمة حال، ولكن قبل ذلك نرجعوا لبني قيل ونرجعوا للعلاوي ونشطوا شوية مع هذه المجموعة هذه. تفضلي.
شكرا لجماعة بني قيل وسي هشام القلي ولكل فرقة على هذه اللوحة الرائعة والجميلة اللي كانت سفر بالجمال بالألوان وبالإيقاعات إلى عالم الوطن بالضبط في المغرب الشرقي. وسبب هو السيدة فاطمة حل اللي معها غنعيشوا جو مغربي في كل مناطق المغربية. مرحبا بك في بلاتو ديال المسار. كنا هذا اللقاء كنوجدوا ليه شحال هذه وكنحلموا به الحمد لله تحقق. الله يطول عمرك. تحقق وغزيد جمالية بحضور الضيوف ديالك اللي غيسندوك. سي فريد بن جلون قصة معاك قصة رائعة وجميلة وحكاية رائعة لأن هي قصة البداية ديك الشعلة اللي بها ضوتي سماء باريس وما ككون هي التوأم ديالك في العالم ديال البحث في الطبخ. هي في الطبخ المغربي اليهودي وانت في الطبخ المغربي ككل بما فيه الطبق المغربي اليهودي. عندها آراء جميلة حول البحث ديالك وتقتفي الأثر ديالك. الآن بغينا ندعو كل المشاهدين باش يشاهدوا معنا واحد البطاقة اللي أتتها وجمعها السي مصطفى العمراني بصحبة ربيعة التوت وعبد الرحيم عبيد. فريق صغير قدم لك واحد هدية صغيرة قبلها منا. شاهدي معنا.
بعد هذا السفر الى باريس بالصوره، باريس تبعك فيما مشيتي الى لاله فاطمه؟ شكرا. واخا دابا جيتي للدار البيضاء، غتبقى ديما تبعك باريس، ربما في باريس كتبعك الدار البيضاء والمغرب وبوجده. المغرب عمر ما كان بعيد عليا، المغرب في باريس وباريس هنا، وحنا الحمد لله نبغيو الناس، والمغرب معروف بالابواب المفتوحه. نعم. لباريس وللناس جميعا. شكرا. نعم الله يحفظك. على ذكر جزء واحد المغرب، جزء من المغرب. نعم. عندهم واحد الثقافه ديال الرحل. نعم. دي نوماد هما رحل، الرحالة. هاد الناس هما بنيكيل جابوا لك واحد هدية. تبقى ذكرى لك ربما تدعي في المطعم. شكرا. ديال شكرا سي هشام. ما عرفتش كيفاش غفلنا وحضرها، قال لي راه جبتي، عارف الكرم ديال المنطقة المغرب الشرقي. المغرب معروف بالكرم، التصفيقة ديال الجمهور. وفيها الراية ديال البلاد. لا شكرا شكرا شكرا. وهكذا النساء ديال المنطقه بنيكيل، الزي ديال النساء بنيكيل، قبائل الرحل اللي يعتمدوا على تربيه الماشيه، والنوع ديال الماشيه الغنم ديال بنيكيل معروف ومشهور. غناء المغرب. نعم. غناء المغرب. نعم. الغناء ديال المغرب. شكرا. وهنا الناس عايشين باقين هكذا، باقين بهذه الطريقه، والنساء باقي يلبسوا بهذه الطريقه. باقين كيلبسوا الناس ديال البادية، باقين كيلبسوا هذا. الله يخليك، قول لهم انني نفكر فيهم كثير. شكرا. شكرا سي هشام القيلي. نرجعوا للضيوف ديالنا. شكرا. سي فريد بن جلون والسيدة كاكون. غنبداو بالسيدة كاكون. علاش؟ لان نقاط مشتركة بيناتكم كثيرة، ولان المرأة المغربية خصنا ديما نقدموا المرأة المغربية باش نأديو دورنا كرجال. يا كرجال. السيدة كاكون عندها مشروع وعندها تأليفات وعندها كتب، من بين هذه الكتب هو هذا المجلد الضخم. يعني انت كتشتغلي في المطبخ المغربي ككل، والسيدة كاكون كتشتغل في المطبخ المغربي اليهودي، وهذا عينة من الكتاب ديالها المفيد والمفيد جدا. مدام بغيت نعرف واش هي اللي أثرت فيك، ولا انت اللي أثرتي فيها، او كاين شي تأثير خارجي جا في نفس الوقت؟ اولا بغيت، انا فرحانه بزاف الليله اللي كاينه هنا باش نفرحوا مع فاطمه هال، ونقول للشباب ديالنا شكون هي فاطمه هال، حيت التاريخ ديالها ماشي تاريخ نورمال. كبرات في وجده، والوالده ديالتها الله يرحمها محيت وصلات كان عندها 17 عام، الوالده ديالتها قالت لها صافي دابا خصك تجوج البنات، تيخصهم يتزوجوا وصافي، هذه هي الحياه بكري. هذه هي الحياه ديالك. اختارت لها واحد السيد وصفتها لفرنسا، وتزوجات وولدات دغيا ثلاثه الدراري الحمد لله دابا كبار. ولكن من بعد شي عامين ولا ثلاث سنين الزواج، قالت ما يمكن لياش نبكى هكا بلا كرايه ما ندير والو، هي نبكى في الدار. مشات كرات من بعد ما ولدات، مشات كرات ودارت في نفس الوقت الولاد. ايه الدار والقرايه، القرايه والراجل والولاد، وباش ما تبكاش، باش تدير شي حاجه اللي تصلح الحياه ديالها وتصلح البلاد ديالها. وهذا هو الحاجه المهمه اللي دارت فاطمه. هي كانت تري فيير بالمغرب الشرقي ديالها، وبغات تقدم الطبخ ديال المغرب، ورجعت السفيره ديال الطبخ ديالنا. وما عمرها واخا كانت تتمشي تطيح وتترجع توقف، حيت ماشي شي حاجه سهله باش دير مطعم في باريس، حيت ما تعرف، حيت ما دارتش مطعم هاد اليامات، دارت هاد المطعم هادي 33 سنه. امراه واخا فرنسا، المراه ما كانش عندها بزاف الجهد بحال الجهد اللي عندنا اليوم. نعم. وهذا الشيء خصو الشباب ديالنا يعرف، باش الخدمه والفرصه
ومعمر ما تديكوراج il faut pas se décourager وفاطمه سي سيت اكزامبل كيف سي ان اكزامبل ا سويفر نعم على ذكر هذا المطعم هذا اللي قالت السيده ماكي ككون دام 33 سنه ومازال يعيش ان شاء الله غير لتذكير نذكروا المشاهدين بان اي مطعم في باريس صعيب باش يتجاوز 6 سنوات من الحياه دائما خصو يتسد ويتجدد ودائما منطق ديال التجاره واشياء اخرى فهي بقى 33 سنه يعني هذا رقم قياسي وانجاز عنده اسرار غير باش نرجعوا قبل ما يتبدا هذا المطعم كيتاسس ويبدا السيده فاطمه حل ما عندهاش فلوس وعندها فكره ديال المطعم عندها فكره اي فكره ممكن تحقق ولكن خصها الفلوس بدات تدق لي بنك الابواب ديال لي بنك كلشي تيقول لها ناين 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 نيات 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 الا واحد السيد غتمشي تدقي بابو هو السي فريد بن جلون سي فريد بن جلون حكي لنا الحكايه انت في المكتب ديالك في احد البنوك المغربيه في باريس او بروكسل غتجي عندك واحد الطالبه مغربيه كيفاش القصه فاطمه حال السيده طموحه وفتحت مطعم سوريا في 84 ولكن كان عندها طموح باش تغزي اوروبا وجات لبلجيكا باش تحل من سوريا بلجيكا وتما تعرفت انا وياها انا كممثل اش من سنه هذه بالضبط 88 انا ممثل مؤسسه بنكيه مغربيه وهي مرات اعمال مغربيه عندها مشروع منها 100% في بلجيكا ولكن ما بقاش علاقه تجاريه وتعليق علاقه صداقه واخوه حميمه نعم عرفتني بالطبخ المغربي شريف انا بالنسبه لي الطبخ المغربي هو اكله ولكن عرفت بطريق فاطمه حال ان الطبخ هو اولا اشتراك هو سفر هو تعارف فلهذا تنشكرها وثقافه وتبادل تنشكرها جزيلا فاطمه نعم وتعرفنا كنا كنتعلموا عليه المشروع اللي قدمته لك على الورق شنو اللي كان فيه قوي باش خلاك انت تخالف كل مسيرين البنوك الاخرى وتقول لها بغيت نسني لك باش نعطيك قرض باش انا بالنسبه لي كان هذاك مشروع تيمثل المغرب وتيمثل المغرب احسن صوره لان اختارت واحد المنزل في بلجيكا في واحد الحي راقي وتاريخي في الذاكره ديالي نهار تشجين المطعم كانوا جوج نساء ذاك النهار كانت فاطمه حال هي مثل المشروع كانت المغنيه المغربيه صافو اللي هي مراكشيه وتتموت على المغرب وتتحب المغرب والناس في اوروبا بلجيكا اول مره الناس شافوا اعترفوا شنو هو الاكل المغربي وشنو هو استقبال والضيافه ديال المغرب الا رجعنا غير باريس اغلبيه الزبناء ديال المنصوريه في باريس عرفوا المغرب والطبخ المغربي اولا في المنصوريه وعطاهم رغبه باش يجيو المغرب يكتشفوا المغرب فلهذا الكلمه اللي قالت ماكي ديال سفيره الطبخ المغربي تستحق نعم بجرارة في صفحة مجلة تايم الأمريكية اللي اعترفوا بها واعترفوا فعلا بأن السفير ممكن يكون أستاذ مفكر من شكلة السيدة فاطمة حل غنمشيو شوية نرتاحوا شوية مع الغناء ونشوفوا يعني البهارات اللي يمكن تعطى في الطبق اللي اسمه طبق مهدى إلى السيدة فاطمة حل أغنية ديال عبد الحليم حافظ على حسب وداد غيغنيها واحد الصوت مغربي عبد الحليم حافظ والحياني مجموعين فيه غنسمعوه غناء عبد الحليم حافظ واحساس الحياني طفولتي. والاداء والصوت ديالو الجريء والرائع والناعم سلامات على حسبي وداد قلبي يا بوي ضيعت عليه العمر يا بوي وانا ليا معاه حكايات حكايات حكايات
بيت عين حس بودات قلبي يا ابويا عين حس بودات قلبي يا ابويا عين حس بودات قلبي يا ابويا راح اقول للسيف سلامات على حس بودات قلبي يا ابويا راح اقول للسيف سلامات ضيعت عليه العمر يا ابويا وانا ليا معاه حكايات على حسب ودان موال موال الصبر هداب من يوم الحب مغاب وانا عمري يالي يا عيني يا عيني يالي يا عيني ما تعرف لينا احباب موال موال الصبر هداك من يوم الحب مغاب وانا عمري يا عين يا عيني يا عين يا ليلي يا عيني ما تعرف لينا احباب وانا صعب يمكن يرجع في يوم وانا صابر على المقسوم يمكن يرجع في يوم وتكون معاك تاني يا ابويا ايام حلوة وحكايات حكايات 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 على حسبي ودانك قلبي يا
يوسف برافو تبارك الله عليك يوسف جريفي. ومازال بقية تأتي مع أصوات ندية طرية جميلة جدا إهداء السيدة فاطمة حل. كانت رجوع للطفولة. نراجع للمحبوب، المحبوب هو الوطن. نعم نرجع مرة أخرى للسيدة ماجي كاكون ونستغل الفرصة بما أن جوج ديال المدارس معنا، فاطمة حل المطبخ المغربي، ماجي كاكون المطبخ المغربي اليهودي. واش ممكن نفرقوا ما بين الطبخ المغربي اليهودي والطبخ المغربي بكل المكونات والأطياف ديالو؟ ثم فين كاين الفرق؟ الطبخ اليهودي طبعا مغربي. فالطبخ المغربي كاين الطبخ البربري، كاين الطبخ اليهودي، كاين الطبخ الإسلامي العربي، كاين حتى الطبخ المسيحي اللي جاء من بعد. تاريخنا غني جدا والقليل من الناس اللي يعرفوه، وهذا كله ما فيش واحد أحسن من واحد، الكل يكون غناء لهذه الدولة. الفرق فاش كاين؟ كاين فرق ما موجود حتى في دولة إلا في المغرب. هذا الفرق عنده معنى وعنده كلمة واحدة، هو الرباط. ما يربط مثلا اليهود والمسلمين، هذا الربط ما يقدر واحد في العالم يقطعه. فاحنا عشنا اكثر من قرون كثيره، وكل واحد احترم الاختلاف اللي موجود. شنو المأكولات المغربيه اللي معروفه بانها مغربيه واصلها ماشي مغربي باختصار باش نفيدوا المشاهد الكريم؟ مثلا البريوات، لأن البريوات عندهم بنات عمهم الصاموسة في تركيا، لا البوراك في تركيا والصاموسة في الهند. ما كاينش أكل حر لأي دولة. مثلا فرنسا عندها بزاف المأكولات اللي جاية من المغرب، مثلا الورقة ديال البسطيلة احنا جبناها ربما من الصين، لأن في الصين كيديروها، ولكن المسمن ولنا البسطيله كتضرب، التوانسه كيعيطوا لها المنسوقه لانها كتلصق. الورقه ديال المسمن كتطلق، الفرنساويين كيقولوا لها لا بات تيغي، تلقاها في ماليزيا، في ماليزيا. يعني الا مشيت لتاريخ الطبخ والطرق غادي الانسان يتبهر. مثلا لي بات، غير لي بات كنقولوا جايين من الصين، لان الناس سمعوا انه واحد سميتو ماركو بولو، الكل كيقول لك لي بات جايين من الصين. شكون قالها لك؟ لان كنعطي محاضرات من الاشياء اللي كندير، كنكتب كتب، كنعطي المحاضرات في العالم كله، كنقول لهم ولكن شكون اللي قال لكم لي بات جايين من الصين؟ قالها ماركو بولو. انت قريت ماركو بولو؟ لا ما قريتش ماركو بولو، القليل اللي قرا ماركو بولو. اللي قراو ماركو بولو مثلا المؤرخين ديال الجابون، لان سون تري سيريو، نون سولمون ماشي غير كيقول لك لي بات ما جايينش من الصين، كيقول لك ماركو بولو ما راحش للصين، لانه يا دي كونتراديكسيون. فمثلا لي بات مشاو من هذه المنطقه اللي حنا ضيعنا لي بات هاي، لان شنو هو كسكسو؟ هو لا بات لا بلو فين او موند، ارق بات موجوده في العالم. فالقمح جابوه الرومان، القمح جابوه الرومان من الشرق، لان كيقول لك لا كسكسو جا من الشرق، كسكسو ما جاش من الشرق، القمح جا من الشرق. بدون قمح ما كاينش كسكسو، بدون قمح ما كاينش لي بات. فلي بات دويده وترشتا وزيد وزيد نداروا من هنا. والمقارون، المقارون كلمه عربيه لي ماكارون، المقارون المقارون في الدوزيام سياك، في القرن الثاني عشر كاين ورقه في السينيغاس كتشهد انه طون مشى من المنطقه ديالنا ديال المغرب العربي لايطاليا. ما المقرون ما جاش من إيطاليا لعندنا، من عندنا مشى. والصينيين المؤرخين الصينيين كي عندهم حجج أنه لبات اللي يبسين، لبات اللي كناكلهم، لبات سيشي مشاو من هنا. لماذا؟ لأن العرب كانوا رحالة. العرب من كانوا يديروا
التجارة كانوا يبسوا لي بات باش ياكلوها في الطريق. هما اللي داو لي بات اليابسين للصين اي نون با الكونتخيغ. وهذه عندنا حجاج. هادو من الاعمال اللي كان كتبحثي فيهم. كاين اشياء جاتنا المغرب القوة ديالو انه يعرف يعطي وياخذ. اللي قاتلنا في المغرب الناس اللي ما يعرفوش ويتكلموا. اللي قاتلنا في المغرب ما دايرين شي فرق ما بين الطبخ ديال الام لان الام حب لامه ولكن طبخ تاريخ طبخ عنده تاريخ وجغرافيا تفسير اخرى جغرافيا سياسي وجغرافي واقتصادي وكولتوريل وثقافي. فمن فضلكم من مثلا تمشيو للمطعم وتاكلوا حاجه تعجبكم ولكن ماشي كالماكله ديال الوالده. حتى واحد ما يقدر يدير الماكله اللي ديرها لك الوالده لان ما كتكلمش على الماكله كتكلم على حبك الوالده وربي يخلي لك الوالده ديالك. ولكن ارجوكم علموا ولادكم من يمشيو ما يديروش ما يقارنوش. هذا من تخرج كل الاكل ديال الوالده في الدار ومن تخرج كل الطبخه ديال المطعم. نعم تبارك الله عليك. مازال غنستافدوا ان شاء الله من الاخت فاطمه ومن الضيوف الكرام. الان غادي نسترحوا شويه ونعطيو القلب هو اللي يدير صمام الامان هو اللي غادي يرشدنا في اي طريقه نمشيو. انا قلبي دليلي غتغنيها واحد الصوت مغربي هي الفنانة والمطربة المغربية صاحبة الصوت الجميل فاتن هلال بيك.
قلوبنا لونها في قدودنا شايفة فاتن هلال بيك طرب وغنج ودلال تبارك الله عليك دللتنا عطتنا الدلال يا سلام رقة تبارك الله عليك فعلا تسهل تسهل راه كاين الطبخ المغربي وكاين الطرب المغربي الفن المغربي يشمل الطبخ يشمل الفنون كلها بكل اشكالها والثقافة العجلة الاقتصادية خصها تسارع شوية باش تواكب هذه الإمكانيات وهذه المواهب إن شاء الله. الجميلة المعطاءة على المستوى العربي ومن بينهم الرائدة السيدة فاطمة حلي الآن غنصادفوا جوج ديال الأشخاص اللي قريبين من قلبك سي ناصر لارقيت اللي هو إطار تقني في الجامعة الملكية لكرة القدم ما غيتكلمش على كرة القدم الحمد لله مرتاحين من المنتخب الوطني ولكن غيتكلم على القرب والعائلة والدم وأيضا ديك المراقب كإطار تقني للحياة واحد مكافحة ومناضلة اللي سميتها فاطمة حل أيضا إلى جانب السيدة غزلان نعمان نعمان تتواكب الجانب الرقيق حواء في فاطمة حل كتواكبه كتشوف ديك التداعيات ديال هاد الأنوثة المغربية كيفاش كتوصل وكت على المستوى الإنساني غنبداو بالسيدة غزلان احتراما للمرأة المغربية اللي غادي تفكك لنا وتعطينا الصوره ديال فاطمه حل بعيدا عن الاختصاص ديالك بعيدا عن فاطمه حل المحاضره المثقفه والدكتوره الانسانه شكون هي فاطمه حل؟ شكرا عتيق صعيب باش نستجمع الافكار ديالي من بعد هاد الاغنيه اللي داتني بعيد بزاف اون فالسا تخوا طون مانيفيك فوالا الوغ بغيت نتكلم على الانجازات لي رياليزاسيون والنجاحات ديال فاطمه حل ولكن الوقت ما كيسمح ليش لان انجازاتها كثار بزاف تنفضل باش نتكلم على فاطمه كانسانه فاطمه كمراه كشخصيه كصديقه وفيه بالنسبه لي انا كمراه مغربيه كنعتبرها افتخار وقدوه للنجاح والعطاء والابتكار للنضال والكفاح اللي استمرت فيه اكثر من 30 سنه تنعتبرها شجاعه بحيث فاطمه عندها واحد الشخصيه قويه بزاف فاطمه استطعت بالشجاعه ديالها وبهذه الشخصيه ديالها باش تفرض نفسها وتفرض الطبخ المغربي الثقافه المغربيه العادات والتقاليد ديالنا عن طريق هذا الطبخ في واحد الوقت اللي في اوروبا ما تعرفوش الطبخ المغربي تعرفوا الطبخ الشرقي يعني لا كويزين اورينتال فاطمة عندها واحد الانتليجنس واحد الذكاء الابتكار ما عمرها ما كتوقف من الابتكار يا في الكتابة يا في
الطبخ وعندها غيره كبيره على البلاد مغربيتها كبيره بزاف، يعني تمشي في العالم كله ما عمرها ما كدوش شي فرصه باش تقول انا مغربيه وباش تحامي على المراه المغربيه وعلى التقاليد وعلى الطبخ. اي حاجه مغربيه تلقى فاطمه هل كتحامي عليها. وشنو كيقلقها؟ كيقلقها الا ما فهمهاش شي واحد. عم الله على تخليقها عندها. لا ماشي انسانه عصبيه فاطمه، انسانه متسامحه ومتفاهمه بزاف. تتقلق الا شي واحد ما خلاهاش تقول اللي في نفسها. عندها اون سبونتانيتي، واحد تلقائيه وواحد الجراه الا حبستيها فيها كتقلق، خصها تقول اللي في نفسها. نعم، شنو كيحبسك في التعبير على الموقف ديالك او الراي ديالك؟ لا نظن ان غيرتي وحبي للمغرب ماشي غير كلام، ماشي غير هضره. نعم. فبعض الاحيان طبعا من نطلب شي حاجه ونكافح عليها وما تتحققش نغضب، وفي بعض الاحيان نقول ما نرجعش للمغرب. وطبعا ما نقدرش ما نرجعش للمغرب، يعني بنحب المغرب. نعم. مثلا مثل واحد المغرب وطبخه والعمل اللي داروه النساء المغربيات والرجال المغاربة، لأن كاين المأكولات اللي حافظوا عليها الرجال واللي حافظوا عليها النساء قرون وقرون وقرون، وممسكن محافظين على هذه العادات. كاين اللي ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب ولكن كيعقل على هذيك داكشي اللي تعلمه ويعلمه لولده ويعلمه. جينا لواحد الوقت هذه الصناعة التقليدية فوالا، ولكن جينا دابا لواحد الوقت اللي ما بقاش ديك البنت تجلس وتتعلم، لأنها تمشي للمدرسة والحمد لله تمشي للمدرسة. الو شنو بقى دابا المشكل ديالي اللي بقيت له؟ يا ربي يتحقق قبل ما نموت، لان كنا غادي يجي نهار نموتوا. انا ام وجده، ما عنديش 20 عمر طويل ان شاء الله. عندي بون العمر ديالي اللي تمنيت انه حاجه اللي خصها تجي في محل هذا التعليم، لا ترانسميسيون اللي كنا نعلموا البنت في الدار، نديروا لهم مدرسة، ندير لهم أكاديمي والمدارس اللي تعلم الطبخ المغربي الأصيل. لأن طبخنا يتعد من كل واحد مفتخر يقول لك سي لا تخوازيام كويزين او موند، هي الثالثة. نعم الطبخ ديالنا، ولكن إلا ما حفظناش عليه، إلا ما تعلموهش في الأمهات مساكن ما يقدروش، يا إما يقبطوا البنت تقول لها ما تمشيش المدرسة خصك تعلمي ديري المسمن وديري التريد. شكون اللي بقى يدير التريد؟ كنقلب في مراكش ما لقيتش اللي يدير التريد، وكيفاش التريد نخليوه يضيع؟ هذا حماق. رزت القاضي نخليوها اون تكنيك بحال هذه عند الجابون وراهم ما عرف شنو داروا لها. نعم. اكاديميه ديال الطبخ المغرب. وهذه الله يخليك اسمح لي. نعم. لان عندي حب لا يتصور لمحمد السادس. لماذا؟ لا لانني مثلا عندي مساعده، ما عندي مساعده، نحبه للاشياء اللي دارها، طرق، دار اشياء كثيره. نتمنى يسمعني نديروا اكاديميه رائعه اللي تعلم اطفالنا ونحافظوا على تراثنا. وغير نكته صغيره وماشي نكته، حكايه صغيره. كنت في لي دوزام كانت عندي واحد ليميسيون مي كو دو غول اي مي كو دو كور، الحاجه اللي تعجبني والحاجه اللي ما تعجبنيش، والحاجه اللي ما تعجبنيش كنقولها ونبقى نقولها حتى يسمعوني. فواحد النهار في وجده مشيت عند واحد المراه، مراه بسيطه كتخيط، بقيت نتكلم معها. كنبغي في بعض الاحيان كنكون في لي بالاس ما نكذبش، ولكن كنمشي الاحياء والاسواق مشيت عند هذيك الخياطه وهي الباب الدقات، ودخلت واحد المراه وسمعتني نهضر وهي قالت هاد فاطمه حال كاينه هنا. دخلت قالت لي الا لا ما كنفهمش كاع شنو كتقولي، لان كنت دايره لي زيميسيون بالفرنسيه ما نفهمش، ولكن نعرف انك تدافعي علينا. الله حسيت تحس. ودابا كتدافعي بالسماتة، وخليك دائما كتدافعي، حنا معاك. اللي مؤسف اننا الواحد كيبغي ياكل شي اكله مغربيه
ما كيلقاتش مطابخ كثيره متوفره، كنلقاو كل الشباب تيميلوا الوجبات السريعه اللي موجوده في العالم كله، والمطبخ ديالنا ربما اجمل والد واكثر صحه للصحه الانسان. ما عليناش حنا نبقاو نديروا اشاره للطبخ المغربي وقت ما تحت لينا فرصه. سي ناصر ما عطيكش الكلمه بقدر ان واحد التركيبه موجوده، ارتاحوا شويه مشوا لباريس شويه، دائما باريس تبعك مع جوج ديال الشهادات، الشهاده الاولى لمنتج فرنسي والشهاده الثانيه لصديقه جزائريه. نستمعوا لهم ونرفعوا للسيده فاطمه. Aujourd'hui, 30 ans plus tard, j'ai l'impression de toujours pas d'avoir fait le tour du personnage. Car c'est une personnalité tellement complexe, tellement riche, et tellement curieuse et tellement jeune. Je l'écoutais là en train de déjeuner et elle dit des choses comme si elle avait l'enthousiasme de quelqu'un qui a 18 ans et qui commence sa vie professionnelle. Et ça, c'est magnifique. Il y a un autre aspect de Fatema qui est notable, c'est que c'est une femme engagée et qu'elle a toujours pris des partis très forts pour défendre des causes diverses. Elle a un sentiment de la justice universelle, mais évidemment en tant que marocano-française, elle a toujours un engagement pour défendre le Maroc. Il n'y a pas besoin d'être défendu, mais en tout cas mettre en avant ses valeurs, ses qualités, ses richesses, etc. Et à travers la gastronomie marocaine, elle a fait ce travail d'une façon absolument unique et originale. Et je pense que ça a été d'une grande efficacité parce que les mots sont limités. Les langues, il faut les traduire. Mais avec la cuisine, elle a touché le monde entier. Et ça, c'est formidable. Elle est une ambassadrice du Maroc incontournable aujourd'hui, Fatema. On peut aller sur tous les continents, on aura entendu parler d'elle et grâce à elle de la cuisine marocaine. Mais elle est aussi une femme de son temps, elle défend des causes comme celle des femmes. Elle est toujours partante dès qu'il s'agit de valoriser l'humain, de valoriser tout ce qui est la culture, tout ce qui est juste. Fatema, effectivement, a apporté un grand vent de modernisme sur la cuisine, tout en gardant le côté extrêmement traditionnel. C'est ça qui est magnifique. On a découvert de grands chefs qui ont aussi fait évoluer la cuisine marocaine, peut-être de manière un petit peu trop excessive. Fatema a su garder l'authenticité, a su garder l'origine de ses plats, les traditions, la transmission. Et c'est vrai qu'on retrouve, quand on dîne chez elle, quand on dîne à sa table, c'est vrai qu'on a un très grand bonheur de retrouver les saveurs de notre enfance, mais d'avoir ce petit goût un peu différent, de légèreté, de liberté. Je pense qu'elle arrive même à retransmettre ça au travers de sa cuisine, et c'est extraordinaire. بعد جوج ديال شهادات منتج فرنسي وصديقه مغربيه، غادي نرجعوا لفاطمه حال ونرجعوا للهم ديال الحب المطبخ المغربي وكيفاش السيده السفيره ديال المطبخ المغربي عبر العالم كتدافع باستماته على باش ياخذ حق ديالو بالفعل، ماشي غير يكون مصنف ضمن المرتبه الثالثه على بالك، يكون مصنف في قلوبنا وفي عقولنا وفي اولادنا، وهذا اللي مهم. سي ناصر، لقيت جا الدور ديالك باش تكلم على العائله اللي هي بنت خالتك اظن فاطمه حال. ما عاش في المغرب بزاف ولكن المغرب عاش فيها بزاف. انت سي ناصر تبعتي المسار ديالها سواء في المغرب او في فرنسا، ومازال شنو الخلاصه اللي ممكن تخرج بها في هذا التكريم ديالها؟ حنايا فاطمه راه كنز ديالنا في العائله وافتخار ديالنا، لان هي كانت نموذج كمثال اون بليس مراه اللي في المنطقه ديالنا صعيبه الواحد يخرج من ديك المنظومه العائليه ويمشي يفرض راسو على برا اون بليس مع وليداتها اللي رباتهم. انا كنعرفهم مزيان لان واحد التربيه في واحد المستوى عالي وكيشرفوها بالتواضع ديالهم. ما داروش مطعم في المستقبل يسميهم مطعم فاطمه.
en plus l'افتخار ديالنا هي عطات المطعم ديالها في البدايه الاسم ديال 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 امها اللي هي خالتي المصريه. دونك بالنسبه لينا افتخار لان انا مشيت على 19 عام وخديتها كمثال، لان المجهود اللي خصك دير في الديار الفرنسيه بعيد على البلد ديالك راه ماشي سهله، وباش تفرض راسك كمراه صعيبه، راه سمعتوا قبيله كيفاش عانات باش توصل لذاك المستوى. والافتخار ديالنا هي ملي كنصيفطوا بعض الاصدقاء يبغيو ياكلوا في فرنسا زعما الاكل المغربي كنصحهم باش يمشيو عند منصوريه. واللي 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 جميل هي ملي كنقولوا راه امباسادريس راه سفيره على ديال المغرب وديال الطبخ المغربي، ملي كيدوزوا عندها كيكون عندهم واحد الرغبه كبيره باش يجيو للمغرب باش pour découvrir زعماك la culture ou le طبخ المغربي في بلادنا. دونك فاطمه في العائله راه مثال كبير، بعض الاخوات ديالنا حتى هما خداو المثال ديالها بحال ناديه اللي حتى هي كتشتغل في ناديه لاركيت. دونك فاطمه بالنسبه لنا راه سي بحال اللي قلتها في الاول راه كنز كبير ومثال ديالنا. نعم غادي نسولوا، سولنا قبيله شكون اللي كيقلق، شنو تيقلق فاطمه؟ جاوبتونا الان غنعرفوا شنو كيفرح فاطمه حال. اللي تفرح فاطمه حال كما كنعرفها عندها الى ان غرو غرو غران كور، يعني النهار اللي كتعاون شي واحد يا معنويا يا ماديا تتكون فرحانه. يمكن لها تلاقى شي واحد في ان سوبر مارشي تشوفو غير الي زيت ما قدرش يشري شي حاجه، يمكن لها توقف تحل ساكات تعطيه الفلوس تقول له شري اللي بغيتي، ويمكن يجي لا كاس وما يقدوش فلوس وتساينو وتكمل له الفلوس. وهذا عندها النار. انت مال الجمهور الا كانت مشات شي مارشي يسيروا معاها. هذاك الشيء علاش انا كنمشي مع السوبر مارشي، هذاك الشيء باش عرفت القصه. ان شاء الله. نعم. هذا كنقدر نشهد لهذا الشيء، لان ملي كيمشيو الاصدقاء للمطعم ديالها مشي مرات كيعيطوا لي كيقولوا ما خلصنا حتى شي حاجه، لان فاطمه مع عارفينها من اشخاص من اصدقاء ديالنا كترحب بهم وكتفرح بهم. نعم. وكان واحد اوسي باش نعرفوا الشهره ديالها كتمشي زعما بعيد، كنت مع العائله كنا كنسالوا في واحد لا فيل بعيده على باريس اللي هي سان مالو، ودخلنا عند واحد في واحد لو ماغازان اللي مشهور ديال غولانجي اللي هو واحد لو شيف كبير في فرنسا، وكان لي برودوي ديال فاطمه في ليطال. وهذا الافتخار كعائله ديالنا كيكون فاطمه كيكون العالم المغربي. هذا هو اللي جميل. اكزاكتومون. هذا هو اللي جميل جدا. غنتكلموا بعد قليل ان شاء الله على الموضوع ديال الخلط ما بين المطبخ المغربي والمطبخ المغاربي ككل في فرنسا، وهذا مشكل، والفرق ما بين المطبخ المغربي في تاريخ المطبخ المغربي والدول المجاوره سواء في تونس والجزائر او موريتانيا او غيرها. ولكن غنسترحوا شويه ونضحكوا ونبتسموا ونعطوا فرصه للشباب يضحكونا ويفوجوا علينا مع جوج ديال الشباب الثنائي غيقدموا لنا فرجه بالابتسامه نتمنى الله. سعيد وعادل تفضلوا. الحمد لله الحمد لله، عمرني عرفت الماكله علم وتاريخ، تعرفت الاستاذه والدكتوره فاطمه صفيقات لها وتحيه لها. وكتقولها بوجهك حمر، انت فين عمرك قريت التاريخ ديال شي ماكله؟ ياك انت كتاكل عاد كتقلب باطه ديال الماكله كتلقى التاريخ وافي. وحنا راه ممكن البيريمي. حنا راه ما كنهضروش على الباطه، راه كنهضروا على التاريخ. كنهضروا على التاريخ ديال الطاجين ديال المرقه. المرقة نيت بلاتي المرقة اليوم شنو كلينا؟ ياك لينا المرقة ديال البارح، فين هو التاريخ؟ فين هو التاريخ؟ هاك تخرج في عينيك التاريخ. والخضرة شكون جايبها؟ ياك جايبها أنت، جايبها أنا؟ ورا داكشي اللي لقيت في السوق. وداكشي اللي لقيتي في السوق جبتي راني طيبتو لك، فين كاين المشكل؟ تا خلينا ساكتين، ديك المرة راه مشيت أصاحبي للسوق لقيت البطاطا لقيت فيها الزريعة ديال المطيشة، قبل ما بغيت نقولها لك كاع. وعادية. تقدر تكون مطيشة تبجغات وتكبات على البطاطا عادي، في كاين مشكل. بطاطا وسط منها الزريعة ديال المطيشة من الوسط. كيفاش؟ واش درتي؟ مشيت ديتها للقزار ذبحها ليا. حيت كان فوق من الريش. ما فهمتش دابا كان فوق من الريش. صوفت. تا انا كانت وقعت لي في واحد اللاحة كنت جبتها. اش وقع لك؟ جبتها للدار مع حليتها وانا نلقى فيها حولي.
ايوا واش درتي ديتيها للجزار؟ لا خليته تكبر راه دابا ولا بارتمان يف ساكنين فيه انا وياك. ياك حنا كاريين. نسيت ما خلصش معاك الشهر صافي اكمل سي. شنو نقول لك جبد 1000 درهم ديالي انا وياك؟ لا صافي الله يسهل. لا خاصكم تعرفوا واحد القضيه كاين جوج الانواع في الماكله. كاين النوع اللي كلاس كيعيط على الصديق ديالو كيكون مدير ديال شركه مدير مع مدير. زيب لينا البلاصه سي محمد. البلاص شنو فيه؟ فيه الزيتونه وفوق منها البيشاميل. ما كاينش شي حاجه اكثر منها. الزيتونه ما كيقيسوهاش ما كياكلوش. مدرا سي حسن لافير صافي سامارش صافي سامارش سامار سامارش 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 ايوا شي باش كتعجبني يلاه ورا علاش مكيتا ايه ورا كان سي مصطفى كان جاي هو يتحكى الله يلا سخونت صافي مشاو يا عفريت عفريت كاين النوع الثاني هادو ما كيطريطيو لي زافير لا والو الماكله نيشان كتلقى عارض على صاحبه شنو حاط حاط كسكسو سخون بسبع خضاري وسير سي حسن يلا بسم الله يلا بسم الله واش غادي يا واش غادي قول لي واحد زعما تبدر شو وسي احمد راه ركلو العود بشويه بشويه المل مل هذه الماكله الا ما قتلاتك كتضاربك دابا المشكل راه ماشي في الماكله المشكل انك الماكله ما خاصش تكون معاها الهضره ما يمكنش تهضر وانت فمك عامر ما كاينش ثقافه ديال الحوار كتلقى مثلا برنامج حواري جايبين جوج الناس يتحاوروا ولقى محاور اللي مقابلهم وما كاينش الحوار اسمح لي لا انت اللي اسمح لي لا اسمح لي اسمح لي انت حنا في 1996 حنا اللي سنينا لا انت حنا في 1500 شنو درنا حنايا ما تدخلش في الوقت لا ما تدخل لا الله يسلمك ما تدخلش في الوقت لا ما تدخلش يلا لا خليني نهضر لا انا اللي غنهضر يلا دوي لا دوي انت اللي تقول لي انت اللي تدوي قول لنا انت قول لنا انت نيت في مشات الميزانيه بقى دقيقه بقى دقيقه لا قول لنا انت قول لنا انت في مشات الميزانيه انت اللي تقول لنا في مشات صافي سلام صافي سلام يلا السلام عليكم تبارك الله عليك قول لي غدا شنو الموضوع؟ وشنو بان لك علاش نهضروا؟ نهضروا على التعليم؟ لا التعليم راه الدراري دخلوا للمدرسه شنو غنهضروا على التعليم ما نقولوا فيه والو. وقول لي مشاهي شي مويك لا. وما كرهناش الحوت. صافي نهضروا على الصيد المحلي. يلا تبارك الله عليك. ولكن هذا الحوار اصلا الثقافه ديالو راه خاصها تبدا من الصغر. الدراري خاصنا نعلموه الحوار. دابا الدري الصغير كيجي يسول با شي سؤال با كيضربوا. لا تجاوبوا تحاور معاه سولني يا ولدي شنو بغيتي؟ بابا قول لي كيفاش ولدتوني؟ قول لي يا بابا قول لي يا راه مساله عاديه جاوب ولدك تحاور معاه قول لي يا بابا كيفاش ولدتوني كيفاش دابا هي دابا هو الحوار راه مساله عاديه كيفاش خاصك تحاور معاه قول لي يا بابا دابا انت بابا وماما راه ولدي ديك الليل واش ديال البركاسه والله ما لقيناك فيها ياك صافي والحوار راه بعض المرات راه كينفع في شي مواقف شي مواقف دابا بعض المرات كتبي الدار مع شي واحد كتقول لي تحاور معاه غير غير بكلمه بدل ساعه اخرى كيبدل ساعه اخرى ماشي بحال واحد ما كيبدل ساعه اخرى راه كيبدل فاصمه في السبيطار كتلقاها كيفاش كيكون هو جالس هنا وحاط ياجوره والاخر مريح هنا وحاط ياجوره حتى كيبداو ما كتشوف فيا انت اللي كتشوف فيا انت اللي من صباح وانت حاضيني امي جابها الهضره تريح مالك اطريح ريح الشك تريح الشك 11 ريح دخل عندي راك تخرج عندي تريح ريح 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 تريح ريح 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 تريح تبدل البلايص كاين واحد الحوار اخر واحد المضاربه اخرى ديال 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 بعض العيالات وباش كيعجبوك العيالات قبل ما يتضاربوا كيجبدوا الضواصه ديال بعضياتهم ويلي 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 وكيتضاربوا بالتلحين كيلحنوا الهضره وسيري وسيري انتيا وانتي اللي سيري وانتي اللي سيري وكون كان فيك الخير وكاع ما يهرب عليك الراجل هاي هاي وسيري يا ام الدراري عاد ولدي وتلقي ونولدهم وقاد بيهم وكيتك انتيا اي شويه عاد كيبداو يحيدوا في جلالبهم وشد يا فاطمه وشد يا نعيمه انت اش كديري ولا ستيكات مالك شد يا حنان وانت كتقول غتشبك وهامي تخرجي هامي تخرجي دابا
دابا تعطى الله العيالات امين تدخل امين تخرج جرب سي سعد لا درا ها لا والو لا واقيلا الخروج كيبان لي تخرج زيد لا لا ولا هو ما تفلاوش علينا ما تفلاوش علينا شكرا ميرسي سعيد ووديع تبارك الله عليكم سكاش اجتماعي بامتياز الله يعطيكم الصحه التصفيقات على سعيد ووديع شكرا شكرا لسعيد ووديع بعد هذا الوقفه الفكاهيه اللي فيها الجانب السوسيولوجي حاضر والشباب ولاو تيوعوا اكثر بالابعاد السوسيولوجيه في السلوك اليومي للانسان المغربي نرجعوا للاحتفال ديالنا من بعد ما استرحنا السيده فاطمه والسي ناصر والاخت غزلان نرجعوا للسي ناصر يكملنا ديك المراقبه العين الكاميرا اللي كان تيراقبك من خلالها وهناك يعني واحد الجانب مشترك ان الاكاديميه ديال كره القدم تحققت على ارض الواقع وعطات واحد الدفعه قويه لكره القدم المغربيه عبر العالم الان في انتظار الأكاديمية إن شاء الله ديال الطبخ المغربي كيفاش يمكن نسلكوها الطريق باش نحلموا والحلم ديالنا يصير واقع سي ناصر جا كاين الطريق زعما كاين طريق دابا باش تدير هاد الأكاديمية لأن منين أسسناها كان عندنا واحد الشرف كبير باش نستقبلوها جات مع واحد ليكريفان كترسم جات تزور الاكاديميه باش تشوف الاطفال بغينا نوريو كنبغيو حتى هذوك الاطفال اللي كيلعبوا كره القدم كنبغيو نفتحوهم على مجالات اخرين ومع فاطمه اختصاصيه في الطبخ وفي التاريخ ديال الطبخ دونك جات درت معاهم واحد الندوه وجابت لهم هذيك الصديقه ديالها باش توري لهم كيفاش كيرسموا درت لهم واحد الدرس ديال الرسم ومن فضل فاطمه لقينا واحد جوج ديال اللعابه اللي اليوم ولاو محترفين في كره القدم عندهم واحد لا كاليتي ديال الرسم ورسموا واحد لو طابلو واحد فيهم رسم واحد لو طابلو ديال واحد كيتسماو لي تريبلي كيلعبوا كره القدم ورسموا فاطمه حال في الطبخ دونك في المستقبل ان شاء الله كنتمناو يكون هاد الاكاديميه ديال الطبخ في نفس المستوى ديال الاكاديميه وانت تجيب ليها شي ضيوف متميزين ان شاء الله الاكاديميه في اثناء التشين ديالها على مستوى الصحافه وعلى مستوى الصحافه الوطنيه وايضا الصحافه الدوليه اخت غزلان بقات شي كلمه كان لازم خصك تقوليها ياك الاخت اللي بغيت نقوله هو ان فاطمه رغم الانجازات اللي نجحت فيهم نجاح كبير ورغم الشهره اللي تشهرت في العالم الاوروبي وغير الاوروبي بقات انسانه بسيطه بزاف وعندها بوكو ديميليتي بزاف ديال التواضع ولان كوميم هي امراه شخصيه parmi les personnes les plus médiatisées في les dernières années في اوروبا ودernièrement تسجلت سميتها في le dictionnaire le قاموس ديال les étrangers qui ont fait la France وكنت بغيت نقول للشباب المغربي باش يبحثوا ويقراوا شي حاجه من الكتب ديالها اللي كاينين في لي بيبليوتيك كلهم لانهم ما كيقراوش وصفه غذائيه غيقراو تاريخ غيقراو حضاره وغيقراو اصاله مغربيه نعم 15 كتاب ومازال الكتب اخرى في الطريق انا غنسترحوا شويه مع جو غنائي موسيقي فني مغربي مع الفنان المطرب يوسف امين غيغني لك واحد الاغنيه شوفوا الهوى ما دار فيا تبركية وزيدنيكية يوسف أمين شوفوا الهوى وما يدير فيا تبركية زيدنيكية شوفوا الهوى وما يدير فيا تبركية زيدنيكية بغيت الظلم يقضي عليا ويرتاح مني يرتاح مني يرتاح مني في مرة مرة واحدة شافني ساكت صابر 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 القدر
عسى نحظى بعد فوضى عالجنب سيف ناري ناري أنا لي مرى قطع لي قلب وكبدا شوفوا الهوى تبركيا سلقيكيا شوفوا الهوى تبركيا باغي الظالم يقضي عليا ويرتاح مني يرتاح مني يرتاح مني فمرة مرة وحدة وجعلني انتي في كل ساحة من ما اتجهت ما لقيت راحة اجعلني انتي في كل ساحة من ما اتجهت ما لقيت راحة صحرا بلا دلوانا وحوانا حالي رقم نور صحرا بلا دلوانا وحوانا حالي رقم نور ضا شوفوا الهوى تبركيا شوفوا الهوى تبركيا باغي الظلم يقضي عليا ويرتاح مني يرتاح مني ويرتاح مني في مرة وحدة جرالي بأمره تهت وتقاضي تمن حر جمره كل ما جرالي بأمره تهت وتقاضي تمن جمره أما الهوال ولا عمره ما كان ياخد مني ما خدا شكون من غيره هو يسرع قلبي بهاد القوة هو شكون من غيره هو يسرع قلبي بهاد القوة جات دموعي ليدا حلوة وصاري عصرني عصير الشهداء يا اللي في حبك من صورتك لا 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 تدوبني صار ما نادبك لا تدوبني صار ما نادبك دنيا الهوى اديت فيها وجد دنيا الهوى ياكين بدا معاك انت يا شوفوا الهوى تبركيا شوفوا الهوى تبركيا باغي عاتق يقضي عليا ويرتاح مني يرتاح مني يرتاح مني في مره
شكرا 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 يوسف امين. بغينا نرتاحوا معاك اكثر واكثر واكثر مع الصوت ديالك الفنان والمطرب يوسف امين. رجعوا للسيده فاطمه والضيوف ديالها التحقوا بنا للتو. سي رشيد سويد. رشيد سويد شاف مغربي متميز عنده مجموعه من النياشين اللي استحق على المستوى التتويج ديالو في المطبخ الاوروبي والفرنسي على وجه الخصوص، ودائما يقتفي اثر السيده فاطمه حال في البحث ديالها في الاستفاده من فنون التربه ومن تنتج من خيرات ومن غلال. السي رشيد سويد قربه من فاطمه اعطاه اشياء كثيره في حياته المهنيه، شنو استفدتي من قربك من السيده فاطمه حال؟ في الاول بقى فيا الحال حيت ما عرفتهاش شحال هذه، ضيعت سنين كانت حدايا مي ما عرفتيش عن قرب، ولكن كنت تقرا عليها. ما اكتشاف فاطمه حال بالنسبه لي انا اكتشاف بدل لي كاع الوجهه ديالي في الطبخ، لانني كنت مايل بزاف للطبخ الفرنسي ولا غاسترونومي فرونسيز اون جينيرال. لي شاف فرونسي اون جينيرال، الشافات الكبار الفرنسيين مثل بول بوكيس ولا هما كثار. اكتشفت فاطمه مع ان شاف فرونسي، هذا اللي بقى الحال هنا فين بقى فيا الحال، حيت اكتشفتها مع ان شاف فرونسي اللي قال لي فاطمه واش كتعرف فاطمه؟ قلت لي شكون فاطمه؟ قال لي فاطمه حال. قلت لي شكون؟ قال لي مغربيه. قلت لي مغربيه؟ قال لي قلت لي ما تقوليش بزاف ما تزيدنيش سي بون. مشيت قلبت في الانترنت، قلبت على فاطمه حال، ضربت فاطمه حال، داكشي اللي عطاني له جوجل ديجا خلعني. قلت لي سي بون بجميع اللغات الانجليزيه الفرنسيه بزاف بزاف د الكتب بزاف د المقالات تتويجات سلطان الطبخ المغربي دون منازع. نعم فعلا ما يمكنش انني نشوف شي واحد لي اوجوردي اليوم شي واحد ينازع فاطمه حال في هذا المجال هذا، لانها عطات لي كثير. وسي دوماج، سي فريمون دوماج اننا ما استفدناش من التجربه ديالها. التلاميذ في المغرب كندوي على راسي كمغربي، ما كندويش على راسي، كندوي على راسي. انا ما استفدتش منها لانني معها اكتشفت اطباق ما كنتش كنعرفها، ما عمرني كليتها. اكتشفت عندها حوايج بزاف، اش غنقول لك كثير. التريد الورقه ديال التريد الخفيفه، انا التريد عندي التريد والمسمن بحال التريد والمسمن عندي بحال السفال، انواع ديال السفات، الانواع ديال السلطات المغربيه، ديال الماطيشه، ديال القرعه. القرعه جيتي كنا اونيتي تري امبرسيوني. سمحوا لي كتقول لي الماطيشه مع السلامه، عمرني كليتها فاطمه جامي لابي. صحابي جينا تعشينا معاها، تعشينا عندك. كنا 40 شاف ديال الاكاديميه الفرنسيه ديال الطبخ، صحابي كلهم سي توس دي كانوا كلهم شافات كبار في فرنسا. كاينين كانوا فيهم دي شاف اللي عندهم نجوم، كانوا عندهم دي ميور اوفري دو فرانس، وكلهم اكتشفوا واحد 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 لانستيتيوسيون، واحد المؤسسه ديال الطبخ المغربي في باريس. المنصوريه ديال فاطمه، فاش دخلت لا بروميير فوا دخلت للريستورون ديال فاطمه، لا بروميير شوز اللي بهرتني انني انا دخلت لواحد لو ريستورون parmi d'autres. ما كاينش كثر داك الزواق، كثر النقش، كثر واحد ريستورون بحال كندخلوا لواحد الريستورون فرنساوي راقي، وليني ملي الاكل اللي كيتحط فيه مغربي 100% مغربي يعني اصيل. يعني كتسول على اي اكله كتعطيك التاريخ ديالها والجغرافيا ديالها. انا فاطمه فاش كتبدا الدوي كنسكت حتى النفس ما كتنفش، كنقطع النفس. يلا دوي اختي فاطمه. هو سكت. اول مره شفت رشيد مع طباخين فرنسيين، وشفت علاقتهم معه علاقة جيدة وأكثر من جيدة.
فيها احترام، فيها احترام كثير. ونبغي الناس، انايا اول حاجه عندي في الحياه، اول حاجه اللي خصنا نعلموها لاطفالنا هو الاحترام، لان الى احترموا شي واحد يحترمهم. لان في بعض الاحيان ويا اسفاه تصيب شي مغربي يتقن بزاف ديال الاشياء، دي سارتيزون اللي رائعين عندهم شي عمل وما معروفينش، ويجي شي واحد مثلا اجنبي فرنسي ولا يعرف شي حاجه نفس الشيء يعرفها نصف المعرفه ديال المغربي، ويعطيو قيمه اكثر للفرنسي من المغربي. فمن جا رشيد هذوك الفرنسيين عطين في نفس المستوى، يعني كاين تبادل في نفس المستوى، يحترموا رشيد، رشيد يحترموا. وبقيت تكلم لي على الاكل الفرنسي اللي يطيبه هو، عجبني كلامه، ولكن بقيت نقول هاد الشاف وخصكم الناس، نقول الاصدقاء خصنا نمشيو وندوقوا ماكلته، ولكن في نفس الوقت قلت هذا ماشي معقول، كنتكلم على اكل اللي ما عرفاش كيفاش يطيب. هو عجبني كلامه، عجبني ومشيت ودقت ماكلته بكل صراحه، رائع من الامل اللي عندنا في المغرب، انه كاين بزاف ديال في الشبيبه اللي في الطبخ الفرنسي رائعين، ولكن ويا اسفه في الطبخ المغربي، لان ما عطينش قيمه، عاطين قيمه للطبخ المغربي الا في الهضره. حنا والطبخ ديالنا وما كانش اللي كيف الطبخ ديالنا وما كانش هذا، ولكن الا كانت شي حاجه مهمه خص يكون طباخ فرنسي يجي باش نعطيو القيمه لهذيك. لا خصنا نبداو، يمكن التلفزه هي اللي تساعدنا. رشيد في المطبخ اللي هو فيه، اول مطبخ متوسط في الاكل رائع، هذا يعني انه خصو يدير مطعم ديالو ان شاء الله. لان بكل صراحه من اللي شاف من الامل سي ليسبوار. Il fait parmi vraiment nos espoirs du Maroc. نشوفوه بالصوره وهو في المطبخ ديالو في المختبر، كيجمع ديك الخليط باش يعطيه اكله. ما غنشموش الريحه ولكن نحسو كاين شي حاجه فيها لذه. شاهدوا معنا. فعلا المصافحة في صورة عادية، يعني إنسان تصافح الآخر، ولكن على مستوى المعنى والمغزى ديالها والبعد ديالها، فهي ثق في نفسك، توكل على الله، راه الطريق أمامك السي رشيد. من وحدة رائدة عرفت معاناة ومعاناة ومعاناة، وهذه كل هذه الحزمة ديال المعاناة حطيتيها
بوحده وخليتي يدوز ما يلقاش نفس المعاناه اللي لقيتي. فشكرا لك. ربما هذه المبادره ديال التشجيع المستقبل تستحق كل تشجيعات وكل تصفيقات وكل تنويه من السيده فاطمه. الواحد ملي هو مدرسه الحال نديروا مدرسه الحال في الطبخ المغربي. انا بغيت نسولك الاخت فاطمه، شنو هي المنتوجات المغربيه الاصيله من التربه المغربيه الاصيله اللي بدات تنقرض او انقرضت باش نفيدوا المشاهد الكريم؟ كاين اشياء هي في طبيعه الحضاره، بعض الاشياء اللي تكون صعيبه تتنسى لان الوقت ما بقاش عنده المعنى ديال الوقت اللي كان من قديم. ننسى مثلا كانوا ينوضوا الصباح من الصباح حتى الليل كيفكروا في الاكل ديال الصباح ديال 12 ديال، ولاو الناس شويه الوقت يبغيو يشوفوا التلفزه ولا يخرجوا، كان انترنت. فالاشياء الصعيبه بحال التريد بحال رصد القاضي ضاعوا، ولكن اللي ما عندوش تفسير كاين اشياء بسيطه وسهله وما بقاتش موجوده. مثلا تقلب على كنا نعيطوا لها الحميضه، الحميضه فرنسا يعيطوا لها لوزاي، كيديروا لها سوب بها. فالحميضه صحيا رائعه، ورقه طويله تجي بحال السلق وهي ماشي السلق، من تاكلها تجي حامضه بلا حامض وهي حامضه، فهي صحيه. وكانوا يديروها ان سلاد، كانوا يديروها شلاده، ما بقاتش تمحت. لماذا؟ هي هذه سهله، تغسلها وتقصها وديرها. انا درتها لشي فرنساوين في السعدي بالاس لان كندير الكونسلتينغ تما، مع الدجاج بالزيتون زدت له الحميضه، جات رائعه وصحيه. ما مثلا السميده بالحلبه، وهذيك غير العصيده، من تمشي لايطاليا كلهم كيطيبوا العصيده كيعيطوا لها لابولينتا، هذيك لابولينتا ميم دون لي غران شيف. حنا العصيده ديالنا ما بقاتش كاع تبان. كان واحد الدجاج بالسانوج، والسانوج معروف كان يقولوا حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يداوي السانوج. فالدجاج بالسانوج رائع، علاش مشى؟ سهل، طيب الدجاج بالسانوج محمر وتزيد له غير السانوج. كاين هاد الاشياء اللي خصنا نديروا الاكاديميه باش اللي ضاع نرجعوا ان شاء الله، واللي غادي يضيع نحافظوا عليه. نعم، الان غادي نمشيو للتربيضه مع المراه المغربيه بشكلها الشعبي، وغتغني لنا اغنيه شعبيه جميله جدا مع بنات ازهار. غنعيشوا واحد الجو حماسي فيه الطرب وفيه الاهداء للسيده فاطمه. تفضلوا مجموعه ازهار.
شكرا بنات أزهار على هذه المساهمة ديالهم النسائية والمغربية الشعبية الجميلة. الآن غننتقل لجو آخر في الغناء السيدة فاطمة، ولكن غناء فيه مفاجأة سي صابونجي عدنان مع الأوركسترا ديالو موجود باش يقول واحد الشهادة باسم الفنانين المغاربة حول الذوق الرفيع ومتابعته بالثقافة والكلمة والكتابة، وأيضا غيغني لك واحد الأغنية اللي هي مغربية أصيلة بحال شي بعض المنتوجات المغربية اللي بدات تنقرض بينهم هذه الأغنية. تفضل سي صابونجي. شكرا سيدي عاتق على الاستضافة، وأنا جد سعيد بالحضور معك اليوم في المسار ديال لالة فاطمة، ونبغي نشكر كاع الناس اللي تيسهروا على نجاح هذا البرنامج، وشكر خاص للجمهور الكريم. كيف ما سلف الذكر بغيت نقول واحد شهادة في حق لالة فاطمة، بحكم أن تبارك الله هي اللي وصلت ما الطبخ المغربي العالمية، بحكم أن الطبخ المغربي فيه تنوع كبير من الأطباق، ومن هي وصلته بواحد طريقة احترافية، وأنا جيت اليوم باش نقدم لها واحد الهدية اللي هي قصيدة الزردة اللي أنا بغيت ندير لها واحد المقدمة ديالها، بحكم أنها هي طويلة شوية وفيها ما سهلاش وفيها تنوع كبير من الشهيوات المغربي كله موجود في هذيك، يعني أنا بغيت ندير واحد المقدمة منها وتمنى تكون إن شاء الله تنول إعجاب المستمعين الكرام. الله يبارك. يلا تفضل. بسم الله. عمل بشوار سيد بيا الطاق الحسن اكرمني ولا تكتر هدرا كيف كجاري شبعني اللي يستحمل بشوار سيد بيا الطاق الحسن اكرمني ولا تكتر هدرا جيتك للدار زيد بيا من غير شوار كان كنتي جياد وكريم لا تدير معايا صرف البخال ارفع بيا يسيك خير ربي لاني سمع الوفا عليك الوليف كرمني في حق الجورا ودير ما قضى وصاك عالطيف تكرمو والجار بربيه قبلا واللي بخين ربي دمه عايش في المكر وجهدا واللي كريم ربي كرمه حسبه في لامت الفضلة ناس الحسان تعرفني ملوع بزردي دايم في كل يوم نحب الزردة لو تكون في دوزهم قريبا نقول وكثيري لك أنا عند واحد مثلك وفي كريم جيت صبار بري ينفذ بالعار في متاعو يصبار ولا يرضى بالقرار
مئات ألف مرة. الله كون دخلتي الأطباق كل شيء جاه الجوع. الحمد لله ما دخلتيش ديك الأطباق. ديجا هاد الحلقة مع السيدة فاطمة حل كان غياكل واحد الوصفة غياكل جوج ولا ثلاثة الأطباق اللي الأكل المغربي شهي وشهي جدا. وصلنا للنهاية السيدة فاطمة ديال الحلقة على أمل تكون تفتح صفحات أخرى من التواصل على المستوى الوطني بالأشياء اللي تؤخذين عليها أنك انتشرتي عالميا وما انتشرتيش مغربيا. البداية إن شاء الله تكون علاش شنو السبب بصراحة؟ أظن لأن ربما التلفزة المغربية ما عطتنيش المحل أو ما نش عارف واش عندي حق. كل المغاربة عندهم حق في التلفزة المغربية، لكن الآن باش الإنسان يتعرف خص تكون تلفزة. خلينا نقولوا التلفزة والإعلام عموما والإعلام ولكن هذا ماشي مشكل، لأن مع هذا كله كنت نمشي للديور ونمشي عند الناس والبيبان تفتح، ماشي مشكل. من الأحسن نتكلموا غير على الأشياء الجميلة والمستقبل والأطفال والشبيبة اللي قبلتنا اللي جايين من مدرسة ديال ليكولوتوليا. هما الأمال. خصنا ما خصناش نتكلم لهم على المرورة، على الأشياء اللي كانت صعبة وفتها ونسيتها. وانتي الان في التلفزه المغربيه والان انا في التلفزه المغربيه ومسموح ليها الحمد لله ودا مسموح ليها اللي نساتني. ماشي مشكل، لان اصبح الا ما كانتش الاعلام ما يعرفك حد. ففي فرنسا، في امريكا، في جميع الدول ديال الاوكسيدونتال ديال الغرب يعرفوا فاطمة حل، الا والمغرب لا، لأن يعني تقريبا ماشي مشكل أن الإنسان ما يعرفكش، اللي مشكل أنه لا خدمت شي حاجة ويمكن يستفد بها الآخر. مثلا من تكلمنا قبيلة على باش كاين الشبيبة كلهم، ربما كان اللي عنده فلوس كان اللي ما عندوش. أنا من الناس اللي كانوا ما عنديش، ومن الأبناء قالت لا لقيت حل، لأن قبيلة اللي قلنا على السي فريد بن جلول هذيك الريستورون الثاني، أما الأول ما لقيتش كريدي، ما عطاونيش البنوك، فلقيت فكرة. أنا هذه اللي بغيت نقولها المغاربة، ما تفقدوش أمل، الأمل فيكم أنتم، ما يستناش دائما الإنسان. طبعا الإنسان ينوض الصباح يقول يا ربي تعاوني، ولكن عاود ربي عطانا عقل وعطانا قلب وعطانا عمل ويدين ورجلين وقلنا عملوا. إلى الإنسان ما لقاش، ما زادش، ولد فلان ما عندوش تورات ما وردش وبغى يدير مثلا في الميدان ديالنا بغى يدير مطعم. ففي فرنسا ما كانش عندي، ما عندي والو، وكنت مطلقة من بعد طلقت وثلاثة ديال الأطفال وما عنديش حتى في المهنة ما نعرفهاش. فمشيت للبنوك قالوا لا، لقيت فكرة سهلة، بعت الماكلة قبل المطعم، يعني الناس سبقوا لي الثمن ديال الماكلة. كل واحد ينجم يلقى فكرة. اللي بغيت نقول أنه ما كاينش يأس، اليأس تنساوه. إلا قال لكم شي واحد هذه صعبة وما كاينلاش ديرها، قول له لا نديرها. إلا ما نجحش المرة الثانية طيح وعاود وقف وعاودها وعاودها وعاودها. ومن سارع للدرب وصل. عندك جوج ديال الأوسمة، وسام فرنسي وسام من سيدنا الله ينصرو. شنو كيعنيو لك الأوسمة هذه؟ الوسام الأول من كلموني فرنسا في لا ليجيون دونور، وكنت أول امرأة عربية أعطوها وسام دو لا ليجيون دونور في وقت شيراك. يعني كانت فجأة وفجأة جيدة. من كانت ديال صاحب الجلالة، تخيل المهاجر في بلاد أخرى مقطوع ويقول لك أنه كاين إنسان ملك، يعني ماشي ملك المغرب ومهتم بعملك، هو يشاف شنو كتدير، قرار شنو كتكتب،
يعني هذه لما كانتش ديمقراطية فين هي الديمقراطية؟ ف محمد السادس كنحبوه، نعم حب، كاين احترام، رهبة، كاين رغبة وكاين أمل، وهذاك الأمل هذاك الوسام قالنا أنه واخا حنا في الغربة عندنا ما حنا هنا. وأنا اللي بغيت لين نرجع كنشوف دائما شنو نقدر نجيب، كيفاش نقدر نساعد. ساعدت بالكتب، مشيت عند الناس الفقراء اللي فقارة ما تصورش، وخديت الطبخ ديالهم وكنكتب، وجلسة في الأرض وكنكتب. مشيت عند ناس متوسطين، مشيت عند في القصور، مشيت عند جميع المستويات. البيبان تفتحوا، لأن إلا ما تفتحت ليش باب نولي ندق على أخرى ونولي ندق على أخرى حتى تفتح. هذه ما تنساوهاش. شكرا للا فاطمة، شكرا للسي رشيد. سي عدنان نحن في انتظارك شنو الهدية اللي غتهديها، وفي ختام هذا الحفل غنقول لكم شكرا والى اللقاء ان شاء الله. شنو الهدية؟ وتفضل. نبغي نهدي للا فاطمة واحد الكشكول شعبي اللي نتمنى الجمهور كامل ينوض معايا ان شاء الله دابا باش نوضوها. يلا نوض. شكرا عدنان الصابونجي والاوركسترا ديالو، شكرا والى اللقاء. السلام عليكم. السلام عليكم.